بسم الله وعلى بركة الله تعطى إشارة الانطلاق لهذه البكار التي انطلقت في الشوط الأول، الشوط الرئيسي بمشاركة شعارات أصحاب السمو والشيوخ وانطلاقات المضمرين بأفكارهم وتجهيزهم لهذا السن. إذن انطلقنا مع هذه الأصايل ومباشرة ننقلكم ونغوص معكم في أعماق التنافس وفي أعماق القوة مباشرة هناك مع المركز الأول ومن تقود قاطرة المتنافسين، من تقود الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات حاجة تحتل المركز الأول، أو هنا السيلية تقدمت لتستلم قيادة زمام الأمور لهجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. الذيبة تحتل ثاني المراكز لهجن الشحانية، يقودها في التضمير عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. سمحة تأتي ثالثا لهجن الشحانية ويضمر سمحة سلطان بن محمد الوهيبي أيضا. أتابع المركز الرابع، أتابع هذه المشاغبة القادمة مع معزة لهجن الشحانية بقيادة وتوجيهات مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. أما المركز الخامس فنتابع من هناك شديدة، وهذا الاسم الشديد، هذا الاسم القوي، شديدة لهجن الشحانية والتضمير مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة ما شاء الله تبارك الله. من خلال متابعتي بالعين المجردة أجد بأن هناك أسماء قادمة بقوة، من خلال خبرتي المتواضعة أعتقد بأن القوة سوف تكون في المراكز من السادس وحتى المراكز المتأخرة. عموما وعلى كل حال نعطي لكل ذي حق حقه، وأعود إلى الذيبة، من تتصدر هذا المشهد، من تتقدم هذا الجمع لتكون بالتالي هي المتصدرة والمسيطرة. الذيبة لهجن الشحانية تنطلق في المركز الأول، يضمر الذيبة عملاق المضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما السيلية تأتي ثانية تعلن الملاحقة وتحتل هذا المركز وعلى مقربة من اللي هي الذيبة. إذن المركز الثاني هناك مع السيلية لهجن الشحانية ويضمرها سالم بن فاران المري. سمحة تأتي في المركز الثالث لهجن الشحانية ويضمر سمحة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والثلاث انفردا عن باقي هذا الشوط. المركز الرابع جد السيلية، السيلية تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن الشحانية ويضمرها عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي، والمركز الخامس أيضا اللي ما يستهان بها أبدا اللي هي معزة. معزة وانتبهوا من معزة ومن مشاغبات المشاغب محمد بن خالد العطية. عموما الملكية لهجن الشحانية. هذه نتيجتنا في ندائنا الثاني، ومثل ما قلت لكم بأن هناك أسماء أخرى انتظروها وسوف انتظرها أيضا. أعود من جديد إلى المقدمة، أعود إلى الذيبة وإلى السيلية، والسيلية والذيبة اسمين يتنافس، هذين الاسمين بل تتنافس على افتكاك المركز الأول اللي ما زال هناك بالقفل والمفتاح مع الذيبة اللي أغلقت كل المنافذ المؤدية على المركز الأول، بالتالي هي المسيطرة ومفتاح القفل، قفل المركز الأول وقفل المنطقة المستهدفة هناك مع الذيبة. الذيبة أيضا في المركز الأول تتقدم ممتاز، وكل ما للذيبة تتقدم وتنفرد وتزيد من سرعتها وتضاعف جهدها وعطاها. إذن جهد مضاعف وأداء ممتاز هناك نراه مع الذيبة اللي تحتل المركز الأول. يضمرها مضمر أطلق عليه لقب العملاق لأنه سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، مضمر الجزيرة ومضمر دومة وشراعه ولفان
الشيطان وغيرها من الأسماء الكثيرة المميزة. المركز الثاني السيلية، الله يا السيلية، أيضا السيلية تعلن مرافقتها للذيبة في هذه الرحلة، وما زالت تواصل رحلة البحث عن المفتاح اللي ما زال هناك مع الذيبة. السيلية أيضا في المركز الثاني لهجن الشحانية، ويضمرها المضمر الذهبي، مضمر التماس، مضمر ظن، مضمر الداودية والدوحة وغيرها من الأسماء الكثيرة. سالم بن فاران المري الذي أطلق عليه لقب الذهبي لأنه عاشق للذهب، وسبق له وأن حقق الذهب في كل الأسنان وفي كل الفئات العمرية وعلى كافة المستويات. المركز الثالث نجد من تحتل المركز الثالث سمحة. سمحة ما زالت في موقع ممتاز، وما زالت تراقب المشهد اللي أمامها هناك، والمشهد يحمل اسمين اللي هي الذيبة والسيلية. إذن المركز الثالث مع سمحة لهجن الشحانية، ويضمر سمحة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي بدور أيضا يقدم السيلية في المركز الرابع لهجن الشحانية. المركز الخامس ما زال هذا المركز محتفظة فيه معزة اللي تحمل الرقم 6 وتشاهدونها امامكم الان لهجن الشحانية، ويضمرها مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة للمراكز الخمسة الاولى المتقدمة، وان سئلت عن موقعنا فنحن نتجاوز لوحة الكيلومتر، اي بمعنى ان قطعنا 4 كيلومترات وتبقى اقل من كيلومترين او كيلومتر على خط النهاية. من جديد هناك راعية المفتاح اللي مسيطرة ومقفلة على المركز الأول، هناك مثل ما يقولون بالضبة والمفتاح، هناك اللي هي الذيبة مسيطرة سيطرة ممتازة منذ أن انطلقنا في هذا الشوط الأول وهي مع المركز الأول. ولكن هاي العملاق أشوف السيلية منافسة قوية، وتبحث عن المفتاح وتبحث عن الأهم من المفتاح اللي هو الناموس، وكل الناموس واحد، والمشاركة في سباق محلي. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى أن تكون هذه الرحلة من الاستعدادات رحلة موفقة بإذن الله. في الختاميات هناك الموعد مع الرموز، قطعنا 1500 متر وما زالت الذيبة في المركز الأول، وهناك السيلية في ثاني المراكز، والمركز الثالث أشوف اللي من الجانب الأيمن انطلقت في المركز الثالث، اسمها شديدة، وهي شديدة في المركز الثالث لهجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي أيضا يقدم السمحة بالمركز الرابع. والمركز الخامس تصل فيه السيلية أيضا لهجن الشحانية والمضمر سلطان الوهيبي. عودة مرة أخرى إلى المقدمة، عودة من جديد إلى الذيبة وإلى السيلية، وهذين الاسمين اللي بدأوا في السيطرة على مجريات الأمور. ما زالت الذيبة تسيطر، وما زالت السيلية تضغط ضغط متواصل، ضغط مستمر. هناك الذيبة في المركز الأول، وتلاحقها معها جنبا إلى جنب اللي هي السيلية مع المضمر سالم بن فاران المري. 500 متر على خط النهاية، والذيبة على المركز الأول، ولكن السيلية شوفوا تقلص الفارق، خلاص الفارق فقط رأس، وشوفوا الآن تقدمت السيلية تقدمت، والذيبة عادت من جديد ليكون الشوط هنا مع الذيبة مشاهدينا الكرام، وأيضا مع السيلية. تهانينا لهجن الشحانية على هذا الفوز، والتهاني للمضمرين سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وسالم بن فاران المري اللي لقى الان المركز الاول، واعتقد بانه لقى المفتاح، ولكن المفتاح هناك مع الذيبه، مفتاح قفل المركز الاول. تهانينا لهجن الشحانيه وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على فوز الذيبه بالمركز الاول في الشوط الاول، والتهنئه ايضا للسيليه على فوزها بالمركز الثاني، ولهجن الشحانيه وللمضمر سالم بن فاران المري المركز الثالث. السيلية لهجن الشحانية، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الرابع، جاءت فيه امتياز لهجن الشحانية، والمركز الخامس كان من نصيب الجذابة لهجن الشحانية.
التوقيت مميز بكل تأكيد، لأن الهجن اللي فيه مميزة يا أخواني، لأن الجماعة في سيارة التعليق يقولون بأن التوقيت مميز. ننتظر هذا التوقيت لكي نتعرف معكم ومع السادة المشاهدين على لغة الأرقام، لأن لغة الأرقام دائما لغة لا تكذب، والكل يطمح لتحقيق التوقيتات الزمنية المميزة. التوقيت الزمني 9:19 90 جزءا من الثانية، توقيت ممتاز. تهانينا لهجن الشحانية والمضمر سلطان الوهيبي، المركز الثاني جاءت فيه السيلية وتوقيتها 9:20 44 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وللمضمر سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث كان مع السيلية، والسيلية قطعت المسافة في زمن مقداره لمسافة 6 كيلومترات 9:30 71 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية.